بسم الله الرحمن الرحيم الله والحمد لله يا الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم كان الحديث في العلم الاجمالي في شبهه غير محصوره من جهه العلم محصوره بمعنى انه نعلم اما هذا او ذاك ولكن من جهه الافراد فرد في متناول اليد في محل الابتلاء وفرد ليس في متناول اليد هنا هل يجوز التصرف ارتكاب هذا الفرد الذي هو في متناول اليد أو لا الكلام هنا في المخالفة الاحتمالية بمعنى ارتكاب بعض الأطراف وترك بعض الأطراف وليس في المخالفة القطعية أنه ارتكاب جميع الأطراف كيف يكون ارتكاب جميع الأطراف بعضها خارج عن محل الابتلاء؟ كيف يصور هذا الأمر هذا إن شاء الله يأتي في التنبيهات الآن نتحدث فقط في المخالفة الاحتمالية كتابان احدهما بين يدي والثاني لا اعرف عند من كان هنا اشتراه واخذه وسافر شخص لا اعرفه احد الكتابين مخصوب هل يجوز لي القراءه بهذا الكتاب التصرف بهذا الكتاب الذي بيدي او لا المرحوم المصنف بدا وشرع في الاستدلال على جواز التصرف في هذا الفرد ما دام الفرد الثاني ليس بمتناول اليد الدليل الأول الذي ذكره الإجماع المنقول ولكن مع تصوير لهذا الإجماع بيان أنه نقل مستفيض وإلى آخره ما تقدم في الحصة السابقة الدليل الثاني هو لزوم العسر والحرج وتقدم في الحصة السابقة أن العسر والحرج إذا ثبت في موردين فان الحكم يرتفع عن جميع المكلفين حتى ذلك المكلف الذي لا يكون هذا الامر متعسرا بالنسبه اليه او متعذرا بالنسبه اليه اليوم نبني على ما ذكرناه في الحصه السابقه نستفيد منه ونتقدم خطوه الى الامام قال رحمه الله الثاني ما استدل به جماعه كثير يذكرون هذا الدليل من لزوم المشقه في الاجتناب انه اذا اعلم بوجود لحم ميت اما هذا واما لحم اخر فيجب علي ان اتجنب اللحوم مثلا هذا يلزم منه المشقه ولعل المراد به لزومه في اغلب افراد هذه الشبه لاغلب افراد المكلفين هنا يبدا المرحوم المصنف يذكر توجيها لهذا الدليل ويريد ان يعترض على هذا الدليل فيذكر توجيها يقول لعلهم يقصدون من العسر هو العسر الغالبي الذي يؤدي الى رفع التكليف من اصله في اغلب افراد هذه الشبهه لاغلب افراد المكلفين فيرتفع تماما فيشمله عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اذا هذا ما دام غالبا متعسر حتى لو بعض الافراد عندهم سهل يمكن الاحتياط اصلا هو لا يحب اللحوم أو مريض او فقير لا يتمكن من شراء اللحوم لاي سبب من الاسباب بالنتيجه ما عنده مشكله في ترك اللحوم فهنا بالنتيجه هذا التكليف يرتفع من الاساس التكليف يرتفع ما دام العسر والحرج غالبيا بناء على ان المراد ان ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب يعني على غالب المكلفين من جهه الافراد الحرج غالبي ومن جهه الزمان ايضا الحرج غالبي ما كان الغالب فيه الحرج ما كان حرجه غالبيا على غالب المكلفين غالب يعني الاكثر فهو مرتفع عن جميع المكلفين مطلقا حتى من لا حرج بالنسبه اليه في الحصه السابقه ذكرت هذا المثال انه شخص صياد ودائما في الماء لعله الغسل الارتماسي بالنسبه اليه اسهل من الوضوء عندما يجفف اعضاء الوضوء ولكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف المكلفين بالغسل لكل صلاه لان الغسل لكل صلاه متعسر على او حرجي متعب مرهق لعموم المكلفين، فيرتفع اصل التكليف اصلا كل التكليف يرتفع حتى بالنسبه لهذا الصياد. قول وهذا المعنى هذا استمرار للدليل هنا لا يريد المصنف ان يبين رايه وانما هذا تتميم للدليل. قال وهذا المعنى وان كان خلاف الظاهر. ظاهر الآيات الكريمة هكذا قد يستظهر منها والله العالم أنه لكل فرد فرد تكليفه عسر عليه يرتفع عنه ليس عسرا على هذا لا يرتفع عنه هكذا الظاهر ظاهر الآية هو أن العسر المقصود به هنا هو العسر الشخصي يتذكر الأخوة في الحصة السابقة فرقت بين العسر الشخصي والعسر النوعي فظاهر الايات هنا كانه العسر الشخصي وهذا المعنى اللي هو العسر النوعي وان كان خلاف الظاهر الظاهر هو العسر الشخصي الا انه يتعين الحمل عليه فنحمل الايات على العسر النوعي ما دام متعسرا على غالب المكلفين اذا يرتفع فيرتفع التكليف للعسر النوعي كيف؟ يتعين بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية وجودا وعدما بالعسر واليسر الغالبين فإذ وجود الحكم لابد أن يكون متيسرا عدم الحكم عندما يكون متعسرا إذا كان متعسرا فهو منتف معدوم إذا كان متيسرا يمكن أن يكون موجود ويمكن أن يكون معدوم. ليس كل حكم متيسر فهو مشرع. بعض الأحكام متيسرة مثلا أنه عند غروب الشمس يسبح المكلف ثلاث تسبيحات هذا متيسر ولكن لأنه متيسر فهو موجود لا إذا كان متيسرا فهو قابل لأن يوجد. لا أنه كل شيء متيسر فهو موجود نعم اذا كان متعسرا فهو غير موجود فإذا العسر ينفي الحكم اليسر شرط في الحكم لكي يوجد الحكم لابد ان يكون يسيرا لا انه كل شيء يسير فهو مشرعون اذن الايه ظاهرها العسر الشخصي ولكن نحملها على العسر النوعي لان الاحكام الشرعيه الاحكام الكليه يعني وجوب الصلاه وجوب الصوم هذه الاحكام الكليه هذه مرتبطه بالعسر واليسر اذا كانت متعسره فهي منتفيه اذا كانت متيسره فهي ممكنه تابع على دليلها تثبت بالدليل اما اذا كانت متعسره فننفيها اصلا بعد من نبحث عن دليل اثبات او نفي العسر ينفي الدليل من اصله المرحوم المصنف يعترض من هنا يقول وفي هذا الاستدلال نظر من هنا يعترض يقول انه لماذا نحملها على العسر النوعي ظاهرها العسر الشخصي فكل مكلف يتعسر عليه تكليف من التكاليف فهو مرفوع عنه لماذا يكون التكليف مرفوعا من الاساس؟ لا موجب لذلك، اصلا شخص عنده الام في الظهر نستجير بالله، لا يستطيع الركوع فيرتفع عنه، فاذا افترضنا اذا افترضنا انه غالبيه المكلفين في اخر الزمان بسبب نوع الغذاء وطبيعه الحياه يكون عندهم الام ظهر لا يؤدي الى رفع وجوب الركوع نعم كل من كان عنده الام في ظهره يرتفع عنه لماذا نرفعه عن جميع المكلفين لا موجبه لذلك يبقى بعض الافكار في الضمن ان شاء الله ابينها اثناء القراءه قال وفي هذا الاستدلال نظر لان ادله نفي العسر والحرج من الايات والروايات لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق وعسر وحرج على مكلف فهو مرتفع عنه بعباره اخرى انه الايات والروايات تدل على نفي العسر والحرج الشخصي فكل من كان التكليف متعسرا عليه فهو مرتفع عنه بالخصوص ولا يرتفع اصل التكليف واما ارتفاع ما كان ضيقا على الاكثر صعبا على الاكثر متعسرا على الاكثر ارتفاعه عمن هو عليه في غايه السهوله فليس فيه امتنان على احدهم ليس فيه فاضل وليس فيه غايه وليس فيه حكمه ما هي قضيه الامتنان هنا؟ بعض الاحكام تعلم علتها يعلم سببها فتدور وجودا وعدما مدار علتها ولذا يقال العله تخصص وتعمم المثال السهل المعروف لا تاكل الرمان لانه حامض فاذا عرفنا ان الحموضه هي علة النهي عن اكل الرمان فاذا كان بعض الرمان حلوا جاز اكله يعني الطبيب لا يمنع عنه اما الليمون الحامض الطبيب يمنع عنه لماذا؟ باعتبار ان المعيار صار هو الحموضه لا تسافر في الليل هذا نهي ما معلل اذا قال لان السفر في الليل خطر من جهه الظلمه عرفنا ان المشكله هي الظلمه طيب اذا كان شخص يملك وسيله نقل فيها اضاءه ممتازه اضاءه جيده بكيفيه عاليه يرتفع النهي نعم اذا صار عندنا كسوف للشمس والنهار صار مظلما هنا يشمله النهي للشخص الذي ليس عنده اضاءه جيده فليس فقط في الليل وانما في النهار ايضا لانه صار ظلمه اذا عرفنا ان الظلمه هي المعيار نبدا ندخل بعض الافراد نخرج بعض الافراد ففي المورد الذي نعرف فيه منشا الحكم جذر الحكم وجه الحكم نستطيع ان نثبت الحكم في مورد وننفي الحكم في مورد اخر هنا في نفي الحرج في نفي التضييق الجذر والمنشا هو التيسير هو التسهيل هو التخفيف على المكلفين فاذا عرفنا ان منشا الحكم هو التيسير والتخفيف الذي يقال له امتنان امتنان المن من الله سبحانه وتعالى هو ان يعطي شيئا بلا مقابل ولقد مننا عليك مرة أخرى يمن الله سبحانه وتعالى يمن علينا أن هدانا إلى الإسلام هذه من منه فهي عطاء لطف رحمة فبعض الأحكام يقال لها أحكام امتنانية بمعنى أن فيها حالة لطف وحالة مراعاة لحال المكلف هنا نفي الحكم المتعسر فيه امتنان من الله سبحانه وتعالى اذا عرفنا ان المنشا والجذر هو الامتنان طيب في المورد الذي يكون الحكم صعبا على المكلف ثقيلا على المكلف طبعا رفع الحكم فيه امتنان اما اذا كان الحكم سهلا يسيرا على مكلف ثان فرفعه عنه اي امتنان فيه؟ ليس فيه امتنان اذا يرتفع عن الاول ولا يرتفع عن الثاني اضرب مثال احتاجه هنا واحتاجه في تكمله العباره الاستاذ يريد من الطلاب ان يحضروا في الصف لكي يستمعوا إلى الدرس صادف أن الطلاب أعمارهم صغيرة وفيهم طالب متعب مرهق مجهد فالأستاذ يقول له أخرج من الصف لا تبقى في الصف اذهب للاستراحة اذهب إلى مكان تستريح لأن الدرس كان مرهقا عليه وضع ميساعد فإذا أذن له أو أمره أن يخرج من الصف أمرًا امتنانيا فيه لطف وفيه مراعاة لحاله. هل هذا يعني أن الطفل الثاني أن التلميذ الثاني الذي ليس عنده أي مشكلة أيضًا يخرج من الصف؟ أيضًا يرتفع عنه تكليف الحضور؟ الجواب كلا. لأن الحضور سهل عليه يسير عليه فرفعه عنه رفع وجوب الحضور عنه ليس فيه امتنان عليه. فرفع الحضور يثبت في حق الطالب الاول، في حق التلميذ الاول لان فيه امتنان. ولا يثبت في حق التلميذ الثاني لانه ليس فيه امتنان، وقد عرفنا ان رفع الاحكام الصعبه هو امتناني، فاذا في المورد الذي فيه امتنان صحيح، ينطبق الرفع. في المورد الذي ليس فيه امتنان لماذا؟ لا موجب لذلك. فإذا كان هذا التكليف صعبا على هذا المكلف، نعم نقول مرتفع امتنانا. لانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اما على هذا المكلف اذا هو هو تكليف يسير بالنسبه اليه، سهل بالنسبه اليه، لماذا يرتفع عنه؟ لا وجه لرفعه عنه ولا مبرر لرفعه عنه. نقول أصل التكليف مرتفع إذا كان عندنا عشرة مكلفين في الخارج ثمانية منهم هذا التكليف صعب عليهم يرتفع عنهم امتنانا اثنان منهم أصلا سهل يسير عليهم فلا يرتفع عنهم لماذا يرتفع؟ لا موجب لرفعه لأنه ليس هناك عسر حتى يقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد ليس هناك عسر فرفعه ليس امتنانيا ولذا قال واما ارتفاع ما كان ضيقا على الاكثر ثمانيه من العشره ثمانيه من العشره ضيق عليهم فيرتفع عن الاثنين لماذا؟ ارتفاعه عمن هو عليه في غايه السهوله فليس فيه امتنان على احد لا عليهم ولا على هؤلاء رفعه عن الثمانيه فيه امتنان اما رفعه عن الاثنين ليس فيه امتنان ثم قال بل فيه تفويت مصلحه التكليف من غير تداركها بالتسهيل ارجع الى مثال التلميذ المتعب المجهد في الصف الطفل هنا عندنا مصلحه الحضور في الدرس لأنها فيها تعليم. الحضور في الدرس فيه مصلحة التعلم، فيه مصلحة اكتساب المعلومة. فإذا الحضور راجح والغياب مرجوح. الحضور نافع والغياب مضر. لماذا الغياب مضر؟ لأنه يؤدي إلى خسران الطالب لهذه المعلومة، مضر بهذا المعنى. لا ان الطالب انه سيعطي من جيبه نقودا، ولكن لانه سيخسر المعلومه يكون مرجوحا مضرا. وبالتالي من الطبيعي ان الاستاذ ان المعلم الحكيم يامر الطالب بالحضور حتى يكتسب مصلحه التعلم اكتساب المعلومه. ولكن لان هذا الطالب متعب فاحيانا الاستراحه تكون ارجح من الحضور. الاستراحه تكون مقدمه على الحضور. فيها ثمره تعوض عن مرحله الحضور وعن مصلحه الحضور وعن المكسب الذي في الحضور. كيف انه في المدارس الحكوميه تعطى عطله صيفيه. فطالب يقول أنا أريد أن أدرس في العطلة الصيفية، يقال لا. نحن نريدك أن تلعب في العطلة الصيفية. وحتى في الأيام العادية، عندما يدرس بمقدار، يقال له لهذا التلميذ الصغير: اترك الدرس الآن واذهب إلى اللعب. الآن اللعب مطلوب، مع أن اللعب يضيع مصلحة الدرس، ولكن فيه مصالحه التي تغطي على مصلحة الدرس. فالدرس في وقته المناسب يكون راجحا. ولكن في غير وقته المناسب اللعب يكون راجحا. فاذا احيانا يكون هناك مصالح ارجح من المصالح العاديه التي نشاهدها للوهله الاولى. فقد مثلا مدير معمل ذكي ونبه وملتفت فيبني نادي رياضي لعماله ويجعل وقت للاستراحه في النادي الرياضي لانه يعلم ان الرياضه في بعض الاوقات طبعا رياضات خاصه مدروسه تؤدي الى زياده الانتاج في العمل فهو يقتطع من وقت العمل لاداء الرياضه او الى وقت استراحه وقت غداء وقت قيلوله الى اخره وقت سفر فاذا احيانا ترك العمل فيه مصالح راجحه هنا فيما نحن فيه الله سبحانه وتعالى يقول ابقي على مقدار من العباده افضل مما اضغط على المكلفين لان الضغط على المكلفين يؤدي الى نتائج عكسيه فيكون التيسير والتسهيل فيه مصالح هنا المرح المصنف يقول في مسالتنا هذا الأمر غير موجود إذا كان التيسير على الثمانية لأن التكليف ثقيل عليهم صح هذا فيه مصالح أما التيسير على هؤلاء الاثنين يعني على هؤلاء الاثنين الذين هم التكليف بالنسبة إليهم سهل أي مصلحة في التيسير أي مصلحة في التسهيل لا يوجد مصلحة راجحة تؤدي إلى تصحيح التيسير كيف أن الطالب الأستاذ يقول له اذهب، اغسل وجهك، اذهب ارتاح قليلا. هنا التيسير فيه مصالح راجحة على مصلحة الدرس، هنا فيما نحن فيه إذا كان التكليف سهلا عليه فأي تيسير، أي مصلحة، أي رجحان ليس فيه ذلك. قال: بل فيه يعني في التيسير يعني في رفع الحكم عن هذين الاثنين، بل فيه تفويت مصلحة التكليف لأن التكاليف فيه مصالح. من غير تداركها بمصلحه التسهيل. نعم على الثمانيه لانه صعب عليهم التيسير فيه مصالح تتدارك ما يخسرونه من مصلحه التكليف الواقعي. اما هنا لانه سهل على هؤلاء فلا يوجد فيه مصلحه. قال بل فيه تفويت مصلحه التكليف من غير تداركها بمصلحه التسهيل لان التسهيل عليهم ليس فيه مصلحة، فيكون مرجوحا لا يكون راجحا. نعم التسهيل على هؤلاء الثمانية راجح وفيه مصالح، حتى وإن تسقط مصلحة الواقع، مثل الصلاة. الصلاة فيها مصالح ولكن شخص يبقى يصلي طول حياته، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يقبل. يقول وقت للعمل، وقت للدراسة، وقت لعيالك، وقت لترفيهك، وقت إلى آخره. لا أقبل منك أن تبقى تصلي بشكل مستمر علم ان فيكم مرضى اخرين يضربون في الارض مضمون الايه بالنتيجه هناك اناس عندهم مشاغل لا يستطيعون ان يؤدوا كما يؤدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا عنده تقسيم للاوقات فيجلس مع عائلته ويجلس مع المسلمين والى اخره وبالتالي احيانا التسهيل يكون فيه مصالح. فهذا صحيح بالنسبه للثمانيه التسهيل فيه مصالح تعوض مصلحه عدم التكليف. ولا التكليف فيه مصالح. هذه هذا التسهيل يعوض. اما هؤلاء الاثنان هو سهل عليهم. فاضيع تكليفهما. لماذا؟ لاي سبب؟ حتى اسهل. التسهيل هنا ليس فيه مصلحة لأنه سهل من البداية، التكليف سهل عليهم من البداية، فيكون خلاف الحكمة بل فيه يعني في هذا الامتنان والتسهيل بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بمصلحة التسهيل، ولذا قال بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بمصلحة التسهيل، إن شاء الله بقية الحديث تأتي مع بقاء العمر والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و ال محمد